وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح سعادة السفير وحيد مبارك سيار سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية، أوضح أن تخصيص يوم للدبلوماسية البحرينية يجسد التقدير السامي من قبل جلالة الملك المعظم للدور البارز الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية على الصعيد الإقليمي والدولي. أن المكرمة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتخصيص يوم 14 يناير من كل عام للاحتفال والاحتفاء باليوم الدبلوماسي تجسد التقدير السامي للدور البارز الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية على الصعيد الإقليمي والدولي في تنفيذ أسس السياسة الخارجية الرصينة والملتزمة والتي أرسى أسسها الأصيلة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمؤازرة حثيثة ثابتة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والمبنية على الالتزام بمبادئ الأمن والسلم الدوليين وبالمواثيق والقوانين الدولية واحترام سيادة الدول واستقلالها